يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يرد على من يشكك في سند الجهمية ويقول إن هذا الإسناد غير صحيح؟ سواء صح الإسناد أو ما صح، مذهبهم باطل لأنه مخالف للكتاب والسنة، يكفي هذا، يكفي أنه مخالف للكتاب والسنة. أما كونه صح سنده لليهود أو ما صح كيفه، ما علينا منه، لكن هذا من باب المعرفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه لا منه ما صح سندهم يصير مذهبهم صحيح؟ سبحان الله، بعض الأسئلة ما تدري منين هو جاي. نعم.